من بين المتسابقين كلهم اللي احب الشخصيه هذه. يعني الله يطول لي عمرك. على فكره هي انا احب الشخصيه المتمرد، خلينا نقول المتمرد. لكن بسألك سؤال، هل تفكر في يوم من الايام او مخطط من الان تعلن انسحابك من البرنامج؟ لا. وحاول تجاوبني بصدق يا عبد الله، لان ماني بنكشف المستور. انسحب من البرنامج؟ اي اللي في بالك، اي اللي في بالك صدقني. للامانه اول اسبوع حاولت. وليش؟ والسبب؟ السبب يا طول عمر السلامه كانت في ضيقه بشكل مو طبيعي. من وش؟ شيء جديد علي، عرفت؟ فكنت متشتت، وتعرف يعني انت جالس 90 يوم مع ناس اول مره تقابلهم بحياتك، فصعب انك تفهم شخصيه فلان، صعب. فكانت ضيقه. بس عبد الله في التصفيات كان له شخصيه مختلفه، كان شخصيته حلوه ومريحه وبيكسر الدنيا، ولكن بعد احد الهجمات اللي تعرض لها من الجمهور تغيرت نفسيه عبد الله 180 درجه. لا لا صدقني ابدا، سبت الهجمات من الهجمات، انا ما انا لا يرفعني مديح ولا ينزلني ذم ابدا ابدا. كلنا نقول كذا، ولكن الانسان في الاخير يتاثر فعلا، يتاثر. فاخر شيء هو انسان، فعلا مشاعر واحاسيس. هل كلام الجمهور او هجمات الجمهور ذيك الفتره اثرت على ادائك؟ لا ولو بنسبه بسيطه. شوف، كلام الجمهور ممكن ما يأثر علي، لكن ممكن أركز عليه، لأن بعض الانتقادات يكون انتقاد إيجابي، فأنت خذ الانتقاد اللي فعلا هو فيك فعدله. إذا كان انتقاد سلبي صدقني ما أهتم أبدا. ولا ضاق صدرك؟ لأن أبدا أبدا، أنا ضيق صدري بنقطة معينة إذا الكلام ما يأثر علي، أثر على أمي. إذا أثر على أمي أنا أسمع كلام أمي هنا، أنا هنا أنهار، أتأثر. ما أتأثر من كلام الجمهور أبدا، بس ممكن امي تتاثر بسبة الكلام، فهذا اللي بيني وبين امي انا ياثر. عسى الله يخليها لك. اللهم امين. نقفل المحور هذا. هل تنتظر شيء برا على احر من الجمر وممكن يغير مسار حياتك؟ جدا. انا مو انتظر شيء، انتظر رساله بس. رساله؟ جدا. نكشفها؟ ايه هذه. طيب، عندي معلومة أنك تنتظر رسالة قبول من أحد الكليات العسكرية. إيه نعم. هل إذا جاتك الرسالة وانقبلت تنسحب من البرنامج؟ إذا جتني رسالة ما انقبلت؟ انقبلت. إيه. تنسحب من البرنامج؟ أكيد. أكيد. لو جت الرسالة إذا الله كتبها لي إن شاء الله بكرة انسحبت. طيب، ما تشوف أن هذا تشتت؟ لا. قدم هنا. لأن هذا حلم الطفولة. هذا انا شوف، انا بحياتي عندي انجازات، اذا سويت الانجاز اللي انا بيه ابدا الانجاز اللي بعده. انا الان وصلت الانجازات في حياتي الحمد لله، وهذا شكر من الله سبحانه وتعالى وفضلا منه. باقي لي الانجاز هذا اللي هو الكليه الامنيه، لان هذا حلم من الصغر. ف اذا وصلت له خلاص يعني وصلت سويت. طيب، والدعم والجمهور اللي يدعم ورشاشات وقروب دعمك؟ الجمهور دقيقه، وقروب دعمك اللي شغال ناس مفرغين ملتفتين لدعم عبد الله اكثر من حياتهم، خلينا نقول، وش بتكون ردة فعلهم؟ وهل هذا جزاهم؟ لا. انك قاعد حاطهم احتياط، متى ما جت رسالة القبول انا بمشي وخليكم. شوف، فعلا كلامك صحيح، لكن نسوي اللي علينا والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جت الرسالة، طلعنا من البرنامج، توفق بالحياة الخارجية، والجمهور معي بإذن الله، يعني ما راح يتركني وما راح أتركه بحكم رسالة. بس فعلا الخروج من البداية، ترى الخروج من القناة فهذه تعتبر بداية يعني. بس تركته، خروجك ودخولك الكلية أنت تركته. تركت القناة. والجمهور؟ لا، الجمهور بيكون معي صدقني. بيروحون معك الكلية؟ لا. ها؟ بكون معهم يعني إذا طلعت من الكلية، يعني ما راح أسحب عليهم يعني. ما راح تكون مثل ما انك اعلامي؟ لا لا متفرغ ترى. لا لا لا، بكون على تواصل مع الجمهور يعني، ما راح اسحب يعني. شخص يحبني، شخص دعمني، شخص وقف معي، صعب اني بتركه وبسحب عليه زي كذا. لا لا، حق علي، له فضل كبير علي، فصعب اني بتركه بقول لك بحكم انه انتظر رساله وظيفه.
لا. نفسية عبد الله بداية البرنامج ما كانت زي أواخر الأيام، لكن هذا المحور